السلام عليكم إخواني، صباحكم سعيد. اليوم سأطرح عليكم فيديو جديد في نتيجة تعقيل عقل التين. كما سبق قمت لكم بفيديو بطريقة تعقيل عقل التين، واليوم ها هي النتيجة كما تلاحظون. قمت بوضعها في الشهر 17/1/2023 على بركة الله. سنشاهد النتيجة على بركة الله. الله يبارك، ما شاء الله بدأت تتجذر. اليوم سنقوم بنقلها إلى التربة على بركة الله. ما شاء الله، هذه بدأت تتجذر، وأيضا هذه بداية خروج الجذور. فقط فيديو توضيحي لتشاهدون معنا. وأيضا هنا تجذرت، الله يبارك. وأيضا هنا نسبة النجاح ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك. لتتأكدوا فقط، لأن النتيجة جد مهمة، قمت بتحضير التربة لنقلها إلى التربة. سأعرض لكم أيضا بعض نتائج التطعيم التي أقوم بها. مثلا هذا قمت به في الصيف الماضي بطريقة العين، هذا نوع من اللوز ما شاء الله خرج. وأيضا هذا قمت به في الشهر 2، بدأ يتبرعم، الله يبارك. هذا صنف من اللوز الأمريكي التكساسي، نوعية جيدة. هذا أيضا حامل طعم نوعية البرقوق، قمت بالتركيب عليه صنفين مختلفين، النكتارين واللوز، والحمد لله نجحوا. شوف نسبة التلاحم في عملية الطعم بطريقة الشق، فيديو توضيحي فقط. أترككم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.